Welcome to First Arabian Ninja website, ninja.com. Created by Master Abdullah Minor. Enjoy. طب كابتن، سؤال، كيف معناته درب جسدك؟ يعني الجسد كامل، اذا بخلي جسد حقي سلاح. أوكي زي ما قلت لك. ركز معايا هنا، حاول تفهمني صح. أوكي. اذا هذا المكان ضعيف، هذا الزاويه هي التي تسقطك في الشارع، فيجب ان يكون هنا درع، ليس عضل، وانما فنون تحميك من هذا تغطي هذا المكان، دفاعات عن النفس تحمي هذا المكان بالكامل. لا تعتمد على الدرع، كثر الدق يفك اللحام، مهما كانت عضلاتك، مهما كانت قوتك، كثر الدق يفك اللحام يا شباب. فيجب ان يكون لديك جنود مجنده هنا تحمي هذا المكان وتمنع اي شخص من الاقتراب. ايضا يصبح لديك فنون اخرى هنا تحمي هذا المكان حتى تصبح كالشوك، لا أحد يستطيع أن يقترب، وهكذا 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 لحد ما يصبح جسدك كله شائك. أي شخص يقترب منك يتلسع، أي شخص يحاول إيذائك يلسع بسرعة ولا يصلك. أوكي، هنا معنى فنون الدفاع عن النفس. ثم في الأخير، فنون الدفاع عن النفس هي الثقة بالنفس والهدوء وتعليم الصبر والقوة والإرادة وتحقيق الهدف، وتمشي في سلم في حياتك جميل جدا، تعلق أحزمة ثم أحزمة، حزام وراء حزام، ترتب حياتك بحيث تصل إلى معنى الكمال، والكامل هو وجه الله سبحانه وتعالى. طب سؤال أخير كابتن، ممكن؟ أوكي. بالنسبة للجسم، يعني أنا ما أبغى عضلات ولا أبغى أكون يعني عضلات خارجية، أبغى عصب. العصب كيف ابني جسمي العصب؟ يعني شوف، بناء العضلات سهل جدا، يعتمد على زياده البروتين والتمارين. اوكي، تجهد العضله قليلا اكثر من البروتين، عضلات كبيره. تبغى عصب، عليك ان تتمرن كثيرا، تاخذ البروتين وتحرق العضله، تدمرها دمار كامل، بحيث الذي يستجيب بعد العضله هي الانسجه. اوكي، حينما تمرن إلى أن تصل إلى مرحلة الموت. ما هم الموت؟ ليس الموت المقصود أنه خلاص لقبرك تروح، لا، الموت بحيث إلى الإنهاك، أنا أسميها بلغتي أنا حد الموت، أنت سميها إلى حد الإنهاك، لحد ما يصبح في بعض الناس ينهك هو في الدقيقة الأولى. أوكي، هذا ما عنده لياقة، وفي بعض الناس ينهك هو في الدقيقة الخامسة، وفي بعض الناس ممارس جيد وينهك بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو ساعتين، I don't know، ولكنه ينهك في الأخير. أوكي، القصد إلى حد الموت إنه أن تصمد بعد الإنهاك إلى أن تموت مكانك من الألم ومن الإرهاق، ولا تستطيع أن تقف على حيلك أو على طولك وتسقط، لين جسم يطيح، يعني إلى ما يموت مكانه يطيح. من هنا ستنولد قوة العصب، وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك، قوة الأنسجة وقوة الأعصاب. ولكنك إلى أنك ترخي في وقت معين، مثلا خلينا نقولك أنك تسوي تمرين معين، خلينا نقولك أنت ناوي أنك تسوي 50 مرة، وصلت إلى 30 مرة وتعبت. أوكي، يجب أن تصل إلى 50، حتى وإن كان هذا حيفقدك حياتك، يجب أن تصل على 50. لا تقل مكيول حتى يصبح في المكيول، زي ما أقول لا تعبر الجسر قبل وصوله. أوكي، إن حددت هدف يجب أن تصل، رغم أنفك ورغم أنف طاقاتك الداخلية يجب أن تصل، وإلا أنت لست بإنسان ولست برجل ولست بإنسان يحقق هدفه أو حلمه. الحياة صعبة، وخلقنا الإنسان في كبد، يجب أن تكابد وتصارع ليل نهار إلى أن تحقق هدفك. أوكي، وإن حققت هدفك فتحقيق الهدف قد يكون سهل، ولكن الصمود على هذا الهدف والثبات على القمة هو الأصعب. بعد كذا المراحل القادمة يجب أن تثبت كوحش، ككاسر، كمفترس، كقائد، ولا تسقط تحت. أوكي، من يسقط عن القمة
ينتهي. اوكي؟ اوكي. يجب ان تصمد، يجب ان تصمد. واوصل في تمرينك، اذا ما فهمتني كمان اكرر، اوصل في تمرينك الى النهايه، الى ان يصبح خلاص هذا لا يوجد نفس اخر بعد كذا، ستموت مكانك. اوكي؟ لن تموت، لا تخاف، ما حتموت. اوكي؟ ولكن عضلاتك هي التي ماتت، خلاياك هي التي تدمرت، أنسجتك هي التي لم تعد تتحمل، فبالتالي ستنهك، ولكن ستصل إلى مرحلة إنه ما بعد، أوكي، إنك حرقت كل الوقود اللي في داخلك، فتصبح مرحلة أبعد من كذا. هذا طريق المحاربين الحقيقيين، لأنه في الحلبة سهل جدا إنك تضرب شخص باللكمة القاضية فيسقط أرضا، ولكن ماذا إن نهض مرة ثانية؟ هل نفذت أسلحتك كلها؟ هل هذا كل ما لديك إذا نهرب من حلبة ورشود؟ فيجب أن تقاتل وتضارب من أجل النصر، يجب أن تنتصر. أوكي؟ كسرت ذراعك في المعركة، استسلمت يا أبو الشباب؟ أوكي؟ هل هذا ما لديك؟ أوكي؟ هل هذه كل حياتك اللي كرستها من أجل أن تكسر ذراعك الآن وتستسلم؟ أوكي؟ فبالتالي هذا نفس الشخص اللي وصل إلى 30 ثم أنهك وما كمل 50. أوكي؟ إن حطيت نية يجب أن تدخل الحلبة وتفوز، ستفوز. أوكي؟ يبقى دائما النصر الأول والأخير لمن لديه الرغبة الجادة بالفوز. من لديه الرغبة الجادة بالفوز سيفوز على الجميع. واصل؟ واصل. فهمتني؟ فهمت. في سؤال ثاني؟ لا، يعطيك العافية بي. شكرا لك.